هل يلخص هذا تصريح برنامج اللواء برما ناصر بالتالي بانت وجهة الرجل من الخطوة الأولى؟ نعم، هو هذا الحديث يدخل في باب تأكيد المؤكد. أصلا الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في 17 أغسطس 2019 نصت على هذا الحديث في بنودة، أن النظام البائد بأعضائه بما تسببوا فيه في الديمقراطية في السودان الشمولية التي كانوا يحكمون بها لن يكون لهم دور في الفترة الانتقالية لاعتبارات كثيرة، أهمها أنه هم كانوا متوسعين في امتلاك السلطة والمال والكيد السياسي للأحزاب، بالتالي ما يملكونه لا تملكه الأحزاب الأخرى، تصبح مشاركة غير منطقية في الفترة الانتقالية. تعبير دقة المزيكا نفسه تعبير عسكري استخدمه الرئيس السابق عمر البشير في خطاب له في وادي حمار، هو كان بخاطب الجنود لما قال لهم برضو حننتظر لما تدق المزيكا. اللواء فضل الله برما ناصر أيضا عسكري من العساكر المهمين في الفترة الانتقالية 1985، كان عضو المجلس العسكري الانتقالي. طب يعني هل التصريح ده ممكن يكون دعوة للمصالحة والمصادقة بين كل مكونات الثورية؟ دون شك هم في الاتجاه ده يعمل فيه حزب الأمة منذ فترة طويلة. الإمام الصادق عليه رحمة الله طرح فكرة العقد الاجتماعي لتوسعة الحرية والتغيير، لتفادي ما يحدث فيها الآن من بعض الصراعات ومن غيره. الحزب الأمة كحزب مهتم جدا بترتيب البيت من الداخل وخلق نوع من الإجماع ما بين المكونات السياسية السودانية للعبور بالفترة الانتقالية إلى الانتخابات. فيما يخص المصالحة ما بين القوى الثورية والإسلامية، واضح من حديث حزب الأمة ومن سعادة اللواء فضل الله برما ناصر أن لا مكان لهذا الحديث، وده قلنا تأكيد مؤكد، يعني الثورة دي ما قامت ضد هذه المجموعة. بالتالي لا، ما ممكن نفس المجموعة اللي قامت ضدها الثورة تكون جزء من حكم في فترة انتقالية من مرحلة حزب واحد الناس عايزة تنتقل لمرحلة الوطن. تمام. فوجود في فترة انتقالية، حتى هم نفسهم أعلنوا مرارا وتكرارا أن لا علاقة لهم بالفترة الانتقالية ولن يشاركوا فيها، كأنما قدمت لهم دعوة. في مجموعة من الإسلاميين عارضت السلطة كانت متواجدة في هذا التفاوض. في أي تفاوض؟ الخاص بالثورة والسودان وال. فيما يخص الفترة الحالية كفترة انتقالية. برضو هو خلينا نقول إنه الإسلاميين ككل، عشان تجمعهم ككل وتقولي كلهم سيئين، ده حكم غير صحيح. لا، ممكن تكون في مجموعات منهم لم تولغ في الدماء، لو تولغ في المال العام، لم تولغ في الفساد. لا مانع من إنه يمارسوا العمل السياسي، لكن كونه يشاركوا في الحكومة ويكونوا أعضاء في مجلس تشريع أو هيكل سلطة انتقالية بيبقى مسألة غريبة. طيب يعني ذكر أنهم سيسيرون في طريق الإمام الذي وصفه بالمعبد. الطريق المعبد. المعبد عفوا. نعم. فهل يعني هذا أن الحزب لن يشهد أي تغييرات في السياسات الداخلية؟ نعم، الحزب الأمة برضو من الأحزاب السودانية الكبيرة اللي عندها مؤسسات، عندها مراكز بحث واستقصاء ودراسات، عندها خطط مختلفة في مجال المغتربين، في مجال السياسة الداخلية، في كل المجالات، في المياه، النيل، في الحاجات دي. فما في حوجة، خصوصا أنه فضل الله برما ناصر سعادة اللواء هو رئيس مؤقت إلى غيام المؤتمر العام، بالتالي أي تغيير أو خروج عن الخط بيصبح غير مبرر. أنت في فترة انتقالية من رحيل الإمام الكبير إلى مرحلة انتخاب رئيس جديد للحزب، بالتالي لا أتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة في خط ونهج الإمام الصادق المهدي. نعم، من المؤكد أن تصريح ناصر لن يعجب الكثير من القوى السياسية الثورية. هل نحن أمام مخاض لتكوين مخالفات على أساس أيديولوجي؟ لا أعتقد. برضو واحدة من المشكلات إنه الأيديولوجيات عندما حاولت إنها تصطرع في الفترة الانتقالية تسببت فيما يحدث الآن، مثلا التردي الاقتصادي.
ارتفاع التضخم لأرقام قياسية من خانتين لثلاثة خانات، ده كله سببه صراع الأيديولوجيات. الأيديولوجيات مكان الانتخابات العامة وليس مكان الفترة الانتقالية.